الشائعات او الاشاعات التي تنشر عن الشركه وتزيد مبيعاتها تصنف تحت اي وسيله من الوسائل غير الشخصيه؟ مين اللي مطلعها؟ احنا مطلعينها بنفسنا. وبعدين اشاعه دي يعني دي تعتبر دعايه. بصوا، في ناس بيستخدموا كلمه دعايه في التسويق، وانا اكره كلمه دعايه جدا، وهي لفظ يعني بيستخدمه الناس اللي مش فاهمين في التسويق، وللاسف بقى كلمه بقت قويه جدا في السوق، لدرجه ان في ناس متخصصين وخبراء في التسويق بيستخدموها، يقول لك ايه نعمل دعايه وشركه ونروح لشركه دعايه. مفيش حاجه اسمها دعايه. احنا انا اللي بيني وبينك المصطلحات العلميه، فما ينفعش نبقى احنا بتوع تسويق وتقول لي دعايه. دعايه دي اللي هي ايه يعني؟ اللي هي ايه في البروموشن؟ الاعلان. في ناس يقول لك اعلان، لا ده اسمه ادفرتايز. الدعايه دي ترجمه لكلمه بروباجندا. بروباجندا بتحمل ايه؟ معنى ان انا اعمل اشاعات واقول للناس اي كلام واكذب عليهم وانشر الكذب، ودي بيعملوها السياسيين. البروباجندا دي ممارسه سياسيه. انا بدعي ان احنا كمسوقين في الشركات للمنتجات احنا عندنا اخلاق اكتر من السياسيين بكتير جدا. احنا ما ينفعش نعمل دعايه، ما ينفعش نعمل بروباجندا. ما ينفع كلمه دعايه اللي هي ترجمه بروباجندا هي اللي انت بتقول عليه ده، ان احنا نقعد نضحك على الناس ونسرح بيهم ونقول اي كلام عشان ننشط البيع. لا، لكن لما يطلع مثلا سياسي مثلا زي البروباجندا، طبعا دايما يعني مثلا اللي هو ترامب اللي كانوا بيحققوا معاه ده علشان ايه؟ كان عايز يعمل بروباجندا ونفسه يمسك في ايده اي حاجه عشان الراجل المنافس بتاعه يجيب من اوكرانيا خبر كده ويقول لك ده ايه، زي ما كان برضه بيعمل مع المنافسه بتاعت كلينتون، يقول لك ده انت هتتسجني. البروباجندا ان انت تقعد تقول اي كلام وتهول فيه وتعمل له منظر، وده ممارسه سياسيه. احنا ما عندناش دعايه. فلو انت حضرتك قصدك حاجه زي كده، دي ممارسه غير اخلاقيه. ولو سمحتوا لازم تبقوا عارفين حاجه، التسويق مفيش فيه اي شيء غير اخلاقي اطلاقا. صحيح احنا بنتعامل مع السب كونشس مايند وبنسهل الناس اتخاذ القرار وبنعمل حاجات عشان نقنعهم، بس احنا بنديهم فاليو هم عايزينها وبيدوروا عليها. يعني انا مهما اقعد اعمل مثلا لواحد يعني انا مش هقنعه مثلا يشتري شقه ومش عايز شقه، او مش معاه فلوس الشقه، فهو خلاص هو عايز شقه. انا بقول له بقى انا احسن، وبقول له انا ميزاتي ايه وكذا، لكن كل ده المفروض يتم في اطار اخلاقي وديني، بدون كذب، بدون تدليس، بدون دعايه، بدون بروباجندا. اخ محمد، البيرسونال براندنج. البراندنج هو البراندنج نقدر نقسمه حاجتين كبار. لما انا اجي حراك ايه اقول لك ايه، قول لي كده اول كلمه تخطر على بالك. مرسيدس كعربيه ملاكي، ايه؟ فخامه، مش كده؟ ربط المرسيدس بالفخامه هو ده كده البراندنج بتاع مرسيدس. لما احنا نبقى عايزين نعمل براند ناجح لازم نختار اسم ونبني اسم كويس، مكونات البراند بقى اللي هو اللوجو والاسم وشويه الحاجات والسلوجان وكده والاسوشيشنز ده، ونربطها بايه؟ ببوينت اوف ديفرنس او بي او دي تميزنا عن المنافسين. مرسيدس فخامه، هي ده الكلمتين دول اختصار مجهود تسويقي رهيب جدا بيتعمل. طيب البيرسونال براندنج بالظبط نفس الكلام. فلان الفلاني جراح شاطر، فلان ملك الكيمياء، هي في حاجه اهو. مجدي يعقوب، ده السير مجدي يعقوب، ده راجل من جراحين القلب. ده البوزيشننج اللي هو البي او دي او نقطه الاختلاف اللي مبني عليها البراند بتاع مجدي يعقوب، ولدرجه ان هو كل المركز بتاع اسوان ده مبني عليه. فاللي بيعمل بيرسونال براندنج، وبقى دلوقتي في وجود السوشيال ميديا بقى سهل قوي، كان زمان صعب تعمل بيرسونال براندنج بالمعنى اللي بيحصل دلوقتي، لان انت حضرتك كبيرسون بروفيشنال بيرسون اللي هو مثلا مهندس معماري ومحاضر دكتور محامي مدرس، اللي هو الشخص هو الاساس، بقى معاك التولز بتاع الشركات الكبيره. التولز بتاع الشركات الكبيره كان زمان تعمل فيديو يبقى هيتعرض في التلفزيون، لا اعرضه في اليوتيوب. يعني اقول لكم حاجه سر بيني وبينكم بس ما تقولوش لحد، يعني اللايف ده بيرسونال براندنج، جزء من البيرسونال براندنج اللي انا بحاول اعمله. انا طبعا بحب اخدم الناس وبساعدهم وكل حاجه، فهو يعني بنضرب كذا عصفور بحجر، عصفور بيفيد الناس وعصفور بيفيدني في شغلي، which is okay، ما فيش اي مشكله يعني، وانا بقولها بوضوح. وحتى لما انا باجي مثلا مره حبيت اذكر مطعم من المطاعم واجيب سيرته في الكلام، افتكرت انه كان باعت لي كذا وجبه مجانا هديه، قلت علشان يعني انا يعني حبا في التسويق وممارسته بشكل اخلاقي، وانا شايف ان هو ده بيجيب نتيجه، لازم حتى اكون انا رول موديل للناس، ما اروحش اكون عم بعمل حاجات واقول لهم ما تعملوش الكلام ده، وببين لهم انه ده على فكره جميل وسهل وواضح وما فيش اي شيء مخجل في ان انت تقول الحقيقه. باستمرار الخجل صفه الكاذب وليست الصادق يعني. فانت حضرتك ايه؟
البيرسونال براندنج نفس الكلام، لازم عشان كده برضو اختيار الاسم، واحد اسمه مثلا احمد محمد محمود ما ينفعش ده يتعمل له بيرسونال براند، عشان كده حتى الفنانين زمان يقول لك ايه اختار اسم فني ليه؟ علشان يعلق ويلزق، ما هو البراند من ضمن مواصفاته انه لازم يلزق، فتقوم جايب حد مثلا تحط الاسم وات ايفر، وبعدين تحاول بقى انت تقول انا هقول للناس انا فارق ايه عن اللي شبهي في نفس المهنه، وتعمل بيرسونال براند. عايز تسميها بقى في حاجه اسمها ريبيتيشن مانجمنت، ده تيرم كبير بقى، اوكي ما فيش مشكله، بس هو بيرسونال براندنج تافي بهذا المعنى، مش محتاج نترجمها بالعربي. وانا في الترجمات العربيه انا يعني ضعيف، ورغم حبي للغه العربيه واهتماماتي الادبيه، وكنت يعني ايام الكليه كنت بفوز بجوائز ادبيه وحاجات زي كده، ويمكن ده احيانا بيساعدني في كتابه المحتوى، لكن انا مش باخد الموضوع بقى بعنصريه، وبحاول اعرب التسويق واعرب التسويق، ما فيش كلام ده. التسويق هو علم غربي وتحديدا علم امريكي، فنقوله بمصطلحات اهله لحد ما احنا نقوم مطلعين حاجه كده بالعربي ونسميها، نقول اه يا جماعه بقى خلي بالكم كل دوله في العالم احنا مسمينها كذا، محدش يستغري يغيرها. بس طبعا يعني ايه، ابقوا قابلوني ان شاء الله. لو انا شغال في المقاولات ب 10 مليون جنيه ينفع اسوق لنفسي ان معايا الشغل ب 6 مليون عشان اقدر اخد شغل بقيمه اكبر، ولا ده يعتبر غش؟ ده يعتبر كده. احنا مستمتعين، ربنا يكرمك والله. طب والله انا بحبكم جدا وبحب ابقى موجود، وبصراحه يعني من امتع الاوقات الموضوع اللايف، وما بحبش اقول كلمه ندمان، بس انا زعلان ان ما بداتش الكلام ده من زمان. احنا الحلقه ال11 على فكره، يعني احنا دلوقتي قطعنا شوط. انا هبدا مشروع جديد ابو مازن، هشتغل اونلاين في منتجات كريمات الشعر والبشره، محتاج تسويق خارج الصندوق. طب ما تجرب اللي في الصندوق الاول، في الصندوق ده في حاجات كتير قوي، طلع العده اللي في الصندوق اللي نجحت مع اللي زيك، وبعد كده بقى فكر بره الصندوق. اصل اللي في الصندوق دي عده بتستخدم بابداع، بتستخدم بابداع جدا. يكفي اقول لك مثلا ايه، عايز تعمل فيديو هتعمله ازاي؟ ده كده انت جوه الصندوق، فيديو ماركتنج، بس تحاول تعمله بفكره جديده. تكتب محتوى على السوشيال ميديا، التصوير حتى والصوره اللي انت هتحطها للمنتج. بقى في دلوقتي حاجه جديده بسبب النت، حاجه اسمها انفلونسر ماركتنج. انفلونسر يعني ايه؟ في مجال الحاجات التجميل ده هتبص تلاقي في ناس وبنات وكده اللي عندها مليون واتنين مليون فولور على انستجرام. لو انت بعت لواحده من دول هديه وهي ويمكن بياخدوا فلوس كمان، ولو ما قالتش يبقى غلط، ده كده داخل الصندوق، لان خلاص الانفلونسر ماركتنج ده من الترندز بتاعت الماركتنج جديده في الديجيتال ماركتنج. يعني انت ما بتبقاش بتعمل حاجه غريبه دلوقتي، لما تيجي تبص على الترندز وادخل اعمل سيرش كده ايه احدث حاجات في الديجيتال ماركتنج، القصه بقى داخل فيها ارتفيشال انتليجنس وبيج داتا اناليتكس، وبقى في مثلا البوتس، حتى حاجه بسيطه البوتس اللي هي بتقعد ترد عليك على الماسنجر، ده تقعد انت تسال فهو يرد عليك، ده كل ده بيبقى بروجرامد، وبوت يعني جاي من روبوت وبتاع. تيجي تقول لي ما هو ده اهو كويس خارج الصندوق، لا يا حبيبي ما هو ده بقى في الصندوق دلوقتي. هو انت اعرف اللي في الصندوق قبل ما تفكر خارج الصندوق. يعني ما تجيش تعمل زي مثلا ايه واحد ما يفهمش في المزيكا خالص، قاعد على بيانو وقال لك ايه انا هعمل سيمفونيه، هو اعمل اي كلام، ده كده خارج الصندوق؟ لا ده كفت. اعرف الصندوق الاول. الصندوق مليان حاجات مش هتحتاج تبقى بره الصندوق. يعني بساعات معلش اعذروني، ممكن ناس تكون بتتضايق من الطريقه دي، بس يعني اعتبروني ان انا اخوكم الكبير ولا حاجه. هل اتباع اساليب التسويق السليمه تعود؟ احيانا احيانا لا. علاء عبد المجيد بيقول لك هل اساليب التسويق السليمه تعوض موقع المحل المقوم فيه المشروع حتى لو شارع جانبي؟ ما احنا قلنا ايه؟ بليس. لو انت مكانك غلط ممكن تقعد تعاني فتره طويله، ويبقى اللي مكانه كويس بيصرف في الايجار مثلا 10 قروش زياده، انت تصرف عشان تعالج العيب ده 20 قرش، ويفضل هو يبيع اكتر منك. ما خلي بالكوا في ساعات انت يبقى في ناس في حاجه اسمها حتى ماركتنج مايوبيا، قصر نظر. انا اجي اقول ايه اوفر في دي علشان اشتغل احسن، بلاقي نفسي بصرف اكتر في حاجه تانية. في اقول لك ايه اهم ثلاث اسباب في نجاح محلات القطاعي الريتيل؟ لوكيشن لوكيشن لوكيشن، يعني المكان، وانت بتاخد المكان اختار مكان كويس، ومكان كويس ده ممكن نتكلم فيه نص ساعه ساعه، يعني انا بتكلم اكتر من كده. يعني عشان تختار المكان ليه في شويه مواصفات وشويه حاجات بنقولها، ما تسترخصش، وعايز تاخدها لك برضو بفطره رجل الشارع، المكان الكويس هيبقى غالي، فتعمل حسابك على فلوس عشان المكان، فما تروحش تيجي تقول ايه اه والله هو
محل كبير وجميل وواجهه وبتاع في شارع جانبي ورخيص حلو ولقطه، لا مش لقطه، لان انت هتفقد حاجات كتير، ناس ممكن تتوه ما تعرفش يوصل له، هتفقد الناس الووك ان اللي هم نازلين السوق، الناس دايما بتحب تبذل مجهود قليل فتقوم رايحه على السوق اللي هو تجمع، انت راجل مثلا سي مطعم ما تروح تفتح في وسط المطاعم احسن، انت محل اساس ما تلاقي فيه شارع دلوقتي شوارع كده مردومه محلات اساس، ادخل في وسط اللوكيشن بلاش. ايه كنت تعطينا فكره عن الاعلانات الفايرال؟ الفايرال دي جايه من فيروس، فيروس يعني فيروس، لما انت بيجي لك انفلونزا انت ممكن تعدي 10 20 وكل واحد يعدي 10 20، هي متواليه هندسيه بتقعد تنتشر بسرعه جدا، تلاقي فيديو لما بينزل مثلا لو نزل فيديو فيه مواصفات الفايرال، في كتاب بيتكلم عن الموضوع ده اسمه كونتيجيوس لو تحبوا تجيبوه تقروه، خد جايزه افضل كتاب نزل في الماركتنج 2015. لما بيكون المحتوى جاذب واحيانا صادم، جاذب للاهتمامية وصادم، بتلاقيه يبدا ينتشر ويعمل نجاحات غير متوقعه، بس للاسف احنا مش ناجحين قوي في الحته دي بتوع التسويق، عايزين حته ابداعيه موجوده تكون عشان يعرفوا يعملوا حاجه زي دي. فهو ده الفايرل، انك انت تقوم جاي عامل فيديو ظريف الناس تشيره للفيديو في حد ذاته، مش لان هم حابينك ولا حابين البراند، واسمك بينتشر باي ذا واي. يعني انا مره كان في حد من الشباب خد كورس معايا، هو كان عنده محل بيبيع فيه شربات حريمي وكده، بس كان عنده موهبه صوت جميله قوي، فويس اوفر، اللي هو حتى كان بيقلد الناس المذيعين المختلفين وبيعمل مثلا صوت زي بتوع الناشونال جيوغرافيك. عامل فيديو ممكن تلاقي معظمكم شافه لانه اتشاف مليون مره في تقريبا في 24 ساعه وغير مستقبله الفيديو ده. اتصل بماكدونالدز بيعمل اوردر وبيكلمهم بصوت الناشونال جيوغرافيك، اسمه حكيم لو دورته عليه، او اعمل مثلا ناشونال جيوغرافيك اوردر من ماكدونالدز، وفيديو 3 دقائق. جاله بقى شغل فويس اوفر بعدها وخدته وكاله اعلان، لان ده نوع هو عامل كذا حاجه ابداعيه، عمل محتوى وعمل فويس اوفر قوي وعنده ثبات انفعالي ما ضحكش خالص، لانه كان بيقول كلام طبعا يهلك من الضحك للراجل، وحتى الراجل وقابل هو الاخ اللي في الكول سنتر اللي في ماكدونالدز ده قابله وعمل معاه حوار وحاجات زي كده. فيعني ده كان فايرل اهو، لما بيحصل حاجه زي دي ممكن مستقبل الناس بيتغير يعني. فهو وقفل بقى المحل بتاعه دلوقتي وشغال في ايجنسيز وماركتنج، وكان من ضمن التيم اللي عملوا اعلانات شهيره في رمضان اللي فات واللي قبله. كان في اعلان مثلا من الاعلانات اللي هو اعلان اللي عمله هنيدي الاورنج، بيطلع فيه راجل بيقول ده انا واد خلاصه لسه 100 100، راجل كبير كده في السن، ده كان صوته صوت حكيم، ده مركبينه على الشخص وهو بيطلع بيقول الفويس اوفر في الاخر معاك في اللي يهمك. يعني انا قصدي لو انت نجحت تعمل حاجه زي دي لشركتك هتتغير الشركه خالص، بس طبعا مش سهل. طيب العميل دايما على حق، بس لو طلع نصاب كيف اتعامل معاه؟ هل مسموح استخدام لا ده السؤال ده محتاج كلام كتير قوي، واحنا ممكن يبقى موضوع حلقه جايه حكايه العميل على حق حدودها ايه، لان دي من اهم الاهتمامات اللي انا مهتم بيها. طبعا كون ان هو نصاب بالتاكيد غير معادله تماما يعني، بس لازم انا افهم يعني، لازم اشرحها الاول كويس، عشان انا بس بخاف من حاجه اساسا، احنا عندنا مرض نفسي في حكايه انتزاع حقوق العملاء، فمحتاج اتعامل مع الموضوع ده بحذر يعني. اتمنى نكون قضينا وقت افادكم، واشكركم العدد مازال يعني ناس مثابرين معايا ومكافحين، ودايما القاكم على خير، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.